أمجون بطلة تحدي القراءة العربي. مريم، مين الملك اللي هلأ طلعت قبل شوي؟ أنا مريم. مين مريم يعني؟ مريم الأحسن أمجون، ممثلة المغرب في مسابقة تحدي القراءة العربي، والتي مثلت بلدها خير تمثيل، والحمد لله. الحمد لله، وفخورين فيك كثير. التاج كثير حلو هذا اللي جايبيته، تاج لأنك أنت البطلة. جبتيه معك من المغرب؟ إيه. يعني كنت عارفة أنك راح تربحي؟ حسيتي هالشي ليش؟ شو يعني أنت غير عن البقية؟ كيف تختلفين؟ وتتميزين؟ أنا كنت أثق بنفسي لأنني كنت واثقة من خطواتي، وأنا أعترف بأنني لست أقوى منهم ولست أقل منهم. فنحن كلنا ضابطون قصص، ولكن نختلفون في شيء واحد، هي الفصحى، اللغة الفصحى كيف ننطقها. لذلك فأنا مثلهم كلهم، أنا لا أختلف عنهم، ولكن الشيء الذي جعلني أثق في نفسي هي خطواتي التي كنت أثق فيها، وأظن بأنني بطلة تحدي القراءة العربي لعام 2018. وإحنا فخورين كثير فيك. بس أنا بحب أعرف كم كتاب قرأتي؟ شكرا. أنا أولا قرأت ما يقارب 200 كتاب، ولكنني شاركت ب60 منها. 200 كتاب خلال شو الفترة؟ ما هي الفترة التي قضيتي فيها بقراءة هذه الكتب؟ من خلال بداية 2018. من بداية التحدي بعام واحد قرأت 200 كتاب، ولكنك شاركت ب60، لماذا؟ شاركت ب60 لأن تلك الكتب كانت معقدة، فكنت أخاف أن تكون صعبة علي، لذلك حاولت أن أشارك ب60. طب خبريني عن بعض الكتب التي هي تعتبر الأقرب إلى قلبك. بعض كتاب واحد أم كتب؟ كما تريدين، كتاب أو أكثر من كتاب، أكثر الكتب التي تحبينها، القصص، يعني روايات بمعنى آخر، كتب علمية، ماذا؟ أولا أنا أحب قصة عنتر بن شداد، أحبها لسببين. السبب الأول هو شعره ولذة شعره وموسيقى والجرس ودقة شعره، فكيف لي ولا أنجذب لشعره وهو القائل لقد كنت فيما مضى أرعى جمالهم، واليوم أحمي حماهم، كلما نكبوا لله ضر بني عبس، لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. والسبب الثاني هي قوة بأسه في الحروب، بحيث أن عنتر بن شداد كان قويا، حارب من أجل سمعته ومن أجل قبيلته ومن أجل حبيبته عبلة ابنة عمه مالك. لازم يحارب من أجل مريم الجميلة التي أمامي. مريم، مستشفى العقول أخذت هذه الجملة التي ذكرتيها خلال الحفل، أخذت عقول الجميع، من أين أتيت بهذه الجملة؟ هذه الجملة كنت أقصد بها أن القراءة تطرد الجهل من العقول، فالقراءة مثل الدواء، القراءة تداوي لنا عقولنا بحيث أنها تطرد الجهل والبلاهة والتفاهة. طيب بدي أسأل، من يشجعك على القراءة؟ والدي هما من يشجعاني على القراءة، وأيضا مشرفتي التي كانت تحفزني على قراءة الكتب. يعني أنت بدأت القراءة فقط عندما بدأت بتحدي القراءة أو قبل ذلك؟ قبل ذلك. منذ الصغر. خبرينا، يعني من يقرأ لمن الكتاب؟ هل تقرأين لوالدتك القصة قبل النوم أم هي تقرأ القصة لك؟ عندما كنت صغيرة لم أكن أعرف القراءة، لذلك كانت أمي تقرأ لي الكتب، وكنت أستمتع بسماع الروايات والقصص، فأنا بدأت أقلدها حتى وصلت إلى هذا المقام. بكيتي عندما سمعتي اسمك كفائزة، لماذا؟ والابتسامة جميلة عليك. شكرا. بكيت لأنني فرحة ومسرورة، فكيف لي ولا أبكي تعبيرا عن فرحي؟ فالحمد لله أنني شرفت بلدي خير تمثيل. بالفعل شرفتينا جميعا. شكرا. شرفت العالم العربي كله. شكرا جزيلا. إذا مريم أمجون بطلة تحدي القراءة العربي، شكرا لتواجدك معنا في الاستوديو.